حياكم الله من مركز الأخبار في دبي للإعلام، معكم في تقديم ميرا المهيري، وهذا موعد جديد لنشرة أخبار الإمارات، فمرحبا بكم. رئيس الدولة يبحث ورئيس جمهورية القمر المتحدة توسيع أفاق التعاون بين البلدين. حمدان بن محمد يشيد بخطط الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي المستقبلية ويؤكد لأبناء شهداء الواجب: دبي لم ولن تنساكم. تدشين أول مركز شرطة ذكي في صربيا بخبرات إماراتية. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبار الإمارات متواصلة وفيها بعد هذا الفاصل. ملك ماليزيا يدشن مشروع السلطان عبد الله السكني بتمويل من دولة الإمارات، ابقوا معنا. أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من فخامة الدكتور. أشكر لكم كرم المتابعة، في أمان الله.